قامت المؤقتة الباجي قايد السبسي ندوة صحفية ركز فيها على مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي أثار جدلا كبيرا بخصوص تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ومسألة إقصاء المنتمين سابقا إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي أبرز محاور الندوة الصحفية التي عقدها الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي. اقتراحنا احنا هو كونه أولا ساعة 20 سنة 23 سنة مش معقول. احنا قلنا هو الإنسان وقت اللي يرتكب جريمة حتى جريمة قتل إذا كان ما تتبعوش بعد 10 سنين يولي ما عادش تنجم تتبعوا. فأنا قلنا خلينا نعملوا في عوض كذا نعملوا 10 سنين. هذا أمور معقولة. في عوض نحطوها يعني الكمشة المجهولة هكا. حطينا بالتخصيص. قلنا الأعضاء نتاع ديوان الرئيس والمستشارين اللي حوله والملحقين بالديوان هذوما مفروغ منطقيا انهم يكونوا في بالهم بالموضوع ويكونوا شاركوا في اتخاذ القرار. نخموا في المستقبل لابد نخموا في التوافق وفي الالتقاء فيما بعد، احنا مش بنقعدوا دائما في التطاحن وفي كذا. ومعروف الآية الكريمة يعني اللي هي تدعو الى التوافق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال الوزير الأول إنه لأول مرة في تاريخ بلادنا تكون الحكومة بعيدة عن مراقبة الانتخابات التي وفرت لها الضمانات الكافية لتكون حرة وشفافة وعادلة. أن اللجنة اختارت نظام القائمات المعدلة، وهذا نظام معناها معمول به ويضمن، وأن الأحزاب سواء كانت أحزاب كبيرة أو أحزاب صغيرة أو مستقلين ينجموا يساهموا في الحملة الانتخابية وتكون عندهم حظوظ يعني للنجاح. اللجنة اقترحت علينا إنجاز ثوري حقيقة، وهو المناصفة بين الرجال والنساء، بحيث كل قائمة تكون فيها عدد من النساء والرجال بالتساوي. وأكد الوزير الأول التزام الحكومة بموعد 24 من شهر جويلية القادم لإجراء الانتخابات. تم مؤخرا بولاية باجة تشغيل 3